الاختيار على قرية بمبان لإنشاء واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية على مستوى العالم طبقا لدراسات وتقارير وكالة ناسا الفضائية، إذ تعد قرية بمبان واحدة من المناطق الأكثر سطوعا للشمس في العالم، وبدأ العمل في المشروع عام 2015 طبقا للقرار الجمهوري رقم 274 لسنة 2014. ويقع المشروع على مساحة 9000 فدان على الطريق الصحراوي أسوان القاهرة، ويقوم على تنفيذ مراحله المختلفة نحو 29 شركة متخصصة في مجال الطاقة الشمسية. ابتدينا هنا في نص شهر 4، دي كانت التوقيع العقد مع الشركة اللي احنا المقاول العام اللي واخد المشروع. ابتدينا تواجد هنا في نص شهر 6، تمام. طبعا الصعوبات اللي قابلتنا في البداية، احنا بنتكلم على منطقة زي ما بيسموها ريموت اريا، منطقة صحراوية بعيدة عن اي عمار. قابلتنا مشاكل بقى كتير في حتة المية، في حتة التواجد، الخدمات. الحمد لله يعني تغلبنا عليها بمساعدة برضو الناس اللي موجودين هنا، والامور مشيت الحمد لله بشكل جيد لحد الوقت اللي احنا فيه. الحمد لله المشروع ابتدى بيقفل تقريبا دلوقتي يعني. انا كل التركيبات وكل الخلايا دي وكل شغل الميكانيكا انا اللي مركبه. مركب هنا يعتبر 190 الف خليه، 190 190 الف خليه، زائد المواسير وزائد المواتير وكده، كل ده شغل انا. معايا اكتر من 8 مجاميع، من اول مجموعه الخدمات، ثاني مجموعه تركيبات المواسير، ثالث مجموعه تركيب الخلايا، الرابعه تدبيس الخلايا. الشغل ده جديد في مصر، يعتبر لسه اول شغله في مصر، والحمد لله ربنا وفقنا فيه وكملناه الحمد لله تمام. أول مرحلة بتبدأ في المشروع خالص هي دراسة الجدوى للمشروع، وبنعمل عملية جسات للأرض ديت، نعرف طبيعة التربة إيه، هنستخدم إيه فيها، إيه أنواع الخلايا اللي إحنا هنستخدمها. بنقدر نعرف كل الحاجات ديت من خلال الاختبارات اللي بتتم على الأرض ديت. لازم ندرس الأرض كويس جدا، ندرس طبيعة الأرض، هي قريبة من الشبكة ولا لأ، الأمور دي كلها بتتم دراستها. بعد كده بندخل في مرحلة الإنشاء، الكونستراكشن فيز بقى. بندخل في المرحلة ديت بنجهز كل الماتيريال بتاعتنا، بنحطها، بنحط الكنات بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها، بنجهز المكاتب بتاعتنا لمباشرة الأعمال اللي بتحصل في الموقع. بعد كده بتدخل آخر مرحلة خالص، هي مرحلة التشغيل والصيانة، دي آخر مرحلة في المشروع خالص. يهدف مشروع بمبان لحشد الاستثمارات الخاصة لبناء أكبر محطات توليد الطاقة الكهروضوئية في العالم، حيث يستهدف المشروع تدشين 4 محطات رئيسة لنقل الكهرباء بإجمالي 2000 ميجا وات. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 3.4 مليار يورو، وانتهت الشركة المنفذة من 90% من المحطات الأربع الرئيسة، وتعادل الطاقة المستهدفة من مشروع بمبان نحو 90% من الطاقة المنتجة من السد العالي، كما يوفر المشروع نحو 10,000 فرصة عمل عند بدء العمل الفعلي للمشروع. احنا الآن في محطة من محطات الربط لتفريغ توليد الطاقة الشمسية على الشبكة الموحدة. المحطة الواحدة فيها 3 محولات، المحول فيه 175 سعة، المحول 175 ميجا فولت أمبير، المحطة الواحدة 525 ميجا فولت أمبير. في 4 محطات تقريبا هنقول 2000 ميجا فولت أمبير. يتم نقل الطاقة إن شاء الله عن طريق محطة توليد الطاقة الشمسية بمبان 50 ميجا إلى محطة بمبان واحد عن طريق كابلات إلى المحولات إلى الأبراج الضغط العالي، والأبراج الضغط العالي مربوطة طبعا. نقل الطاقة إلى أبراج الضغط العالي منقولة عن طريق أبراج إلى محطة محولات سلوى، وإلى محطة محولات ربط الخزان، وإلى بالتالي لحد مربوطة بالأقصر وجنة وسوهاج إلى القاهرة. احنا هنا في محطة، الموقع بتاعنا حاليا محطة محولات بمبان واحد. احنا هنا عاملين محطات، 4 محطات، محطة محولات بمبان 2، محطة محولات بمبان 3، محطة محولات بمبان 4. بندي الشبكة الموحدة عن طريق محطتين، محطة محولات بمبان واحد ومحطة محولات بمبان 4. بعد كده محطة محولات بمبان 2 ومحطة محولات بمبان 3 مربوطين مع بمبان واحد وبمبان 4. ده اللي هو النار. في محطة هنعملها جديد في بمان، محطة محولات بمان 3 جهد 220 على 500، على أساس هنولد، هنرفع الجهد من 22 220 500. دي هندي خط 500 بعد كده عشان يعني تبقى كل الجهود متاحة معنا. أيادي المصرية
تواصل العمل ليل نهار من أجل إنجاز المراحل المتبقية من مشروع بنبان الذي ما كان له أن يصل إلى ما هو عليه الآن إلا بسواعد رجال آمنوا بدورهم في المرحلة المهمة التي تمر بها مصر، مرحلة العمل والبناء.